سمع الله لمن حمده. الو، هو ده رقم عم جميل؟ طب معلش، اصل الرقم اللي انا حافظاه متلخبط في دماغي. انا اللي كلمتك امبارح يا سيدي، متاسفه. معلش انا اسفه. على السلامه. جميل، انا عسليه، وحشتني قوي. تليفوني ضاع وما عرفتش اوصل لك، حاولت اكلمك كتير. عامله ايه يا عسليه؟ انا كويسه، ازيك؟ انت كويس؟ كويس الحمد لله. لوحدي يا عسليه؟ قاعد في نفس المكان اللي كان الحسن بيحبه. انا كنت فاكرك نسيتيني خلاص. نسيتك ازاي يا ابو؟ ده انت من ريحه الغالي. عسليه، أنا كنت قلت لك مرة ما تجيش تزوريني عشان جوزك ما يزعلش مني، بس أنا رجعت في كلامي يا سلي، رجعت في كلامي وبقول لك تعالي زوريني ولو مرة. ولو مرة واحدة. حاضر حاضر، هجيلك والله العظيم هجيلك، بس أنا لوحدي لوحدي يا سلي. يا حبيبتي، جبنا لك احلى هريسه في اسكندريه. مالك يا زينب؟ انت معيطه؟ لا ما تقلقش قوي كده، مفيش. انا بس افتكرت ابويا وامي الله يرحمه. يا ست تعيش وتفتكر. ربنا يخليك لي يا رب. بقول لك ايه؟ تعالي. ايه في ايه؟ تعالي بس. استني هنا. خش برجلك اليمين سيده الدوق. انت مجنون يا محروس؟ برجلك اليمين. ماشي. خش على طول هنا. انفخوا الابواب. اقعد. انت هتسحر. غمض عينك. فتحي. يا لهوي، بتاع مين الذهب ده كله يا محروس؟ بتوع انا وانتي. انا وانتي؟ بس ده كتير قوي. 420 جرام. اصل كان في العشر سنين اللي فاتوا كل ما يجيلي فلوس نشتري ده، ومن النهارده الفلوس دي بتاعت انا وانتي. انا وانت؟ بس كده في ايدك الكريمه الجميله. ايه الزبده الملوكي ده يا جدعان؟ الله. طب ما فيش هنا اهو. انتي مش هتقلعي الخاتم ده بقى يا زينب؟ لا انا قلت لك لا، ما انت عارف ده بتاع المرحوم ابويا. الله يرحمه. ماشي ماشي. طيب ما شاء الله جميلة. اللهم صل على النبي. يا لهوي، كل دي فلوس؟ بتاعت مين الفلوس دي؟ انت ليه محسن ان انا حرام يا زينة؟ دول 50,000 جنيه اخر قسط بتوع العربية، ودول بقى هننزل كده نشتري لك ايه؟ 5 6 طقم من غاليين قوي، وكم قميص نوم هونمي، والخلاخيل عليكي.
أنا عايزك مبسوطة بس يا زينب. ربنا يخليك ليا يا محروس. ولا يحرمني من ضحكتك الحلوة دي أبدا. بقول لك إيه؟ أنا أروح أشوي لك دنيساية. ماشي. طب والهريسة؟ الهريسة نحل بيها بعد الدنيساية بقى. طب وبعد الهريسة؟ هي دي عايزة كلام. هنقيل شوية. نقيل؟ حصرين على المطبخ يا وزن. يا لهوي. مؤسسة بدفع مرتبات في شهري دي 100,000 جنيه. لمين؟ للي شغالين معايا، حريم، رجالة جوه وبره، وفيهم بشوات. يا لهوي يا همسي، ده انت بقيت مافيا. لسه انا يا دوب حلقة في السلسلة وعايز اشبكك جنبي. بس واحدة واحدة. بونو يا ازاي؟ في الواد ضايع. يا ولاد الايه؟ يعني ايه بونو ده يا عم انسى؟ هروح اجيب سكر. عادي عادي، انا بحب اقعد معاكي. عادي. غنوه حكيت لي على ليله الواد راشد وليله الاسم. كانت ليله سودة. سودة بقى ولا مش سودة؟ اهو خلاص الغمه اتشالت واحنا بقينا تمام زي الفل وما عليناش اي حاجه. صح ولا مش صح؟ نرجع بقى نشوف شغلنا كده ونشوف اكل عيشنا. انا مش هرقص طيب. لا ما ترقصيش. مين اللي قال ترقصي؟ انا قلت ترقصي؟ انت هتبقي نجمة الكباريه يا ماما، هخليكي نجمة الكباريه. انا في الكار ده بقالي 30 سنة، بعون الله شفت كل الرقصات واقدر افرزهم واحدة واحدة. انما انت شربات، دمك خفيف، لونة، بتعرفي ترقصي، بتعرفي تعملي كل حاجة. اه خلاص، اللي كان راكب على دماغنا اهو نزل وراح وانشكح ووقع من على دماغنا اللي اسمه راشد. عارف راشد اللي قالب دماغ الحكومة وبيدوروا عليه وهو بيختفي منهم؟ عارف راشد يبقى مين؟ يبقى مين؟ صبي من صبيان علي جوزي. ما تحكمش بيها علينا يا رب. مش علي ده اللي بين أربع حيطان ومسجون دلوقت؟ هيخرج. انت ما تعرفش علي. علي ده فتوة، جدع، دمه حامي. تصدق أنا غلطانة إني رحت اشتغلت عندكم؟ يا رب ما حد يقول له. هعمل إيه بس؟ لولا الحاجة. ما هي الحاجة لسه موجودة يا طنط، الحاجة لسه موجودة. بموت في السمارة. بصي يا طنط، عشان أنتِ حبيبتي أنا هعمل معاكي حاجة ما بعملهاش مع حد خالص. أنا هديكي مرة ونص قد اللي طلبتيه. مش انتي قلتي شهري حياتي هتشتغلي معايا وبعد كده خلاص مش هتشتغلي تاني؟ خلاص اشتغلي معايا الشهر، اشتغلي معايا الشهر لغايه ما الاقي حد غيرك يا حبيبتي. انت ما بتسمعش؟ قلت لك مش هرجع ارقص تاني. لا هترقصي يا طنط، هترقصي، هترقصي يا حبيبتي. انا مش فاتح بقاله، انا فاتح محل وداير وناس بتاكل من ورا عيش. وانا مالي؟ ما تنزل من دماغي، انا عندي حاجات عايز اعملها. بصي يا حبيبتي، أنا أقدر بعون الله أخدك كده هيلة بيلة وأشيلك وأرزعك في وسط الكباريه وترقصي ورجلك فوق رقبتك. بس أنا مش هعمل كده. أنا بحبك قوي كمان. أنا هسيبك تاخدي راحتك وتشاوري عقلك
تاخدي كل وقتك وتقومي تعملي لي حاجه بقى عشان انا ميت من الجوع. حاضر حياتي. حربايه فين؟ مشرفانا جوه، حطها في كيس ورق مع الخزين في الشاي والسكر. دي كانت معاها طول ما هي عندكم هنا، ولقيتها في مصر وعلى الكورنيش وجابتها. انا مش فاهم ده ايه. طب ودي بتعمل بيها ايه؟ انا عارف يا صلاح، قال حلمت بيها ولقيتها وجابتها في الحلم، ولا جابتها في الحقيقه يعني. طب ودي فيها ايه؟ تعرف لؤي ابن حنان بنت عمتي بيربي سحالف وتعابين، مش الحربايه اللي بتتلون دي؟ ايوه يا حاج، هي. انا مالي؟ طب وفيها ايه؟ انت خايف منها ولا ايه؟ على فكره دي ما بتاذيش، دي ولا حاجه خالص. بقول لك ايه؟ ما تجيب من الاخر كده وتقول لي، انت بتلف وتدور حوالين ايه؟ هي البنت فيها عيب؟ لا والله ما فيهاش عيب ولا حاجه. البنت لوزه بس يعني واخداها جد قوي. اتفهمنا في ايه؟ لا لا انا فهمت خلاص يا حاج. طيب انا هستأذنكم بس خمسه كده، هوصل لحدها واجي لكم تاني. استني، هتقولي لها ايه بس؟ ما تخافش، ده كلام بين الستات وبعضهم، ما تقلقش، هقول لها الكلام طالع مني انا. يلا عن اذنك. ربنا يجعل البركه على ايدك يا حاج. ان شاء الله يا اخويا باذن الله. ما يجيبها الا ستاتها. حاضر حاضر. اهلا 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 يا حاج. السلام عليكم. عليكم السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. دقيقة واحدة، حمر اللحمة واجيلي. لا لا لا، تعالي تعالي، انا عايزاكي كده في كلمتين وهنزل على طول. اصل محروس زمانه على وصول. لا هو وصل وقاعد مع صلاح بيرغوا شوية، انا بس عايزة اتكلم معاكي كلمتين. خير يا حاجة؟ في ايه؟ هو جوزك بيشتغل ايه؟ السؤال الغريب ده. ايه؟ ايه السؤال الغريب ده؟ يا بنتي ردي عليا وريحيني. بيشتغل سواق تاكسي. يعني صندوق الدنيا. يعني بيورد عليه اشكال والوان، ستات حلوين، بنات امارات، هوانم. يعني لازم اللي تبقى جوه بيته تبقى عينيها في وسط راسها، ما تخليهوش يفكر في حد تاني غيرها. لازم بقى تبقى هي ايه؟ مركزه معاه. مالك يا بنت؟ متنحه كده ليه؟ انت فاهمه اللي انا بقوله؟ هو كان محروس اشتكلك مني في حاجه؟ لا ابدا، ده بيقول انت نعمه من ربنا، هديه، وانت فعلا ست وزي القمر. بس لازم بقى كمان تدور على راحه جوزها. يعني أنا استغفر الله العظيم يا رب، هي مش عيب بس يعني تدلعه تنخشه ترقص له. بتعرفي ترقصي ولا لا؟ أعرف. دي السجاير ودولت 70 جنيه الباقيين. ليه؟ هي الواحدة بكام؟ الواحدة ب 15. 15 عفريت لما يبقوا اتنططوا في خلقتك، بتغلوا على الناس ليه؟ الناس اتهرب. وانا عامل لك ايه؟ هي اللي غليت. طب هات ولاع. خدي سيبيه باتنين ونص. هو جنيه اللي معايا فك، يبقى لك واحد ونص. واحد ونص ايه؟ ما ينفعش. اهو نافع. عارف الاشكال دي بتجي لنا منين؟ يلا. ازيك يا فتون؟ ازيك يا اختي؟ بس انا ما اعرفكيش. انا عارفه انك ما تعرفينيش، بس انا جايه من طرف اختك عسليه. هو النبي هي كويسه؟ كويسه قوي قوي زي الفل، بس يعني انت عارفه عشان اللي حصل ده كانت بتداريه شويه. اه يا اختي. دي بعتني عشان اخدك تشوفيها. بس هي لو كانت يعني عايزاني اشوفها وبعتاكي كانت قالت لي انها بعتاكي يا اختي. هي اللي بعتاني. تعالي تعالي اركب. لا انا نسيت المحفظه في البيت. يا نهار اسود، انا بتخانق. انت فين يا وزه؟ معقوله سايباني ده كله؟ بتعملي ايه جوه؟
تعالي ده في اخبار من عيالها. ادي قطرين ده. يا محروس في يا صلاح الحقني. ام صباح ام صباح وقعت من طولها. الحقني تعالى. وقعت ايه؟ الحقني وقعت دلوقتي؟ ايوه يا ساتر. حصل لها حاجه؟ الطف يا رب. ربك يلطف يا حاجه. ربك يلطف. ربك يلطف. الطف بينا يا رب. هي ما عندهاش استجابه في كل جسمها، وانا ما اكذبش عليك ده شيء يقلق. انا شاكك ان الحبل الشوكي يكون اتصاب اثناء الوقعه. يعني ايه؟ تفضل كده طول عمرها ولا ايه؟ انا ما قلتش كده بالظبط يا حاج، بس احنا لازم نعمل لها اشعه رنين على العمود الفقري بالكامل، وما اخبيش عليك لازم ننقلها مستشفى كويسه جدا دلوقتي، ويا ريت تكون دلوقتي حالا. شكرا يا دكتور. العفو. خلاص ربنا يخليك يا حبيبي. شكرا يا دكتور. طبعا. الو فضل. ماشي الاسعاف. الحقنا. بقول لك لحضرتك بكلم الاسعاف، عندنا واحده ست تعبانه قوي يا ابني وكبيره في السن، الحقونا عايزين ننقلها اقرب مستشفى. يا صلاح استنى بس، هنقول لك دي لازم تتنقل دلوقتي. طب انا الاسعاف قدامها ياما على ما تيجي. قول له خلاص خلاص. طب خلاص يا ابني احنا هننقلها بمعرفتنا. هنتصرف ازاي؟ عبد العزيز قاعد تحت مستني العربيه، انا هتصل بيه دلوقتي خليه يطلع ونجيب كرسي ونحطها احنا الثلاثه ونشيلها. خلي زينب تجهزها بس. بسرعه. يلا واحد الا خير. يا رب الله. خير خير. توفي يا رب. ايوه يا عبد العزيز اطلع لي دلوقتي حالا حالا. يلا انا في شقه الحاج صلاح. يلا. اللي هي في الدنيا. جهزيها يا بنتي. جهزيها. واحد من الأفلام. لا لا صلاح صلاح امسك نفسك صلاح. عادي تستقبلنا ان شاء الله. وحياة النعمة الشريفة اللي خلي عليه بهدلة. أنت بتخطفني يا راشد. ليه؟ ليه يا أخي؟ هو أنا كنت سرقت منك سريعة وهرفت؟ ما خلاص بقى يا فتون سد البلاعة دي. جوزك بعبط لسانه هو اللي قال لي حضرك هنا. انت كلمت علي؟ اوه كلمته. وهخليك تكلميني. اطلب لي علي يا راشد. اطلب ازاي دلوقتي؟ احنا بقينا نص الليل، وعلى فكره هما في السجن متربيين قوي بيناموا بدري. هو مين ده؟ ده انسي صاحبي وصاحب جوزك من زمن الزمن، وده المطرح بتاعه اللي هنقعد فيه. تقعد فيه؟ نقعد ده ايه؟ انا مروحه بيتي يا خول. خدي هنا. اخد هنا ايه؟ عايز تعمل راجل قوي بقى؟ تعالى كل اول شهر وادفع الفاتوره تبقى راجل. ما انت عايز تروح تعيش لوحدك عشان كل يوم والتاني تروح الكباريه لزفت فاضي. طردت. جالي امبارح يا اخويا وطردت، وقال لي انه هيدفع لي بدل الطاقه 2 و3. مش مصدق بقك يا فتون. صل على انك ما صدقت. البيت ده يا اخويا ما فيهوش غير حيطان، نقي لك حته كده على كيفك واخبط دماغك فيها يا فتون. بس احنا ناخد استراحه نتعشى وتدفعوا لكم لقمه وبعدين نكمل الموضوع ده بكره. يلا تعالوا ورايا. صباح رباح يا شيخ.
هو مين ده؟ يا زينب، بقول لك انا نسيت المفاتيح فوق، خلي صلاح يخليها معاه. يا عم صلاح. لا يا عم زينب، ولا بيجيب معاك مفاتيح الشقه نسيته. حاضر زينب، بقول لك ايه؟ غطيها كويس للدنيا برد. حاضر يا عم صلاح، على بالك وانت نازل. يلا يا اخوانا بالراحه، العربيه واقفه بره ولا لا؟ ما تشيل يا ابو عزيز. حاضر. يلا واحده واحده يا رجاله. على مهلكوا عليها، على مهلكوا. افتح الباب. طمني يا دكتور، ايه الاخبار؟ اشعتها كلها تمام، وعمود الفقر سليم، متهيألي ترجع البيت احسن. يعني ايه ترجع البيت يا دكتور؟ دي مشلوله وما بتتكلمش وما بتنطقش خالص، ارجعها البيت ازاي بالحاله دي يعني؟ امشي بيها ازاي في الشارع؟ وده ازاي دي؟ يا فندم انت اهدى ارجوك. يا فندم ما ينفعش، ما ينفعش الكلام ده، دي تعبانه تعبانه. عارف يعني ايه تعبانه يا دكتور؟ مش معقوله كده، حرام عليك. معلش يا حبيبتي، شده وتعدي، وانت ست مؤمنه. قول يا رب. وممكن قول يا في قلبك يا حبيبتي. يعني ايه تخرج من المستشفى؟ يعني ايه وهي بالحاله؟ حاولي تقولي اي حاجه. ما تتكلمش يا دكتور، معقول ولا ايه؟ اعرف المستشفى بتعالج. انا مش فاهمه منك حاجه. قولي يا دكتور، اروح بيها ازاي يعني وهي في الحاله دي؟ لا بتتكلم ولا بتنطق. يا فندم احنا ما قصرناش معاها، صدقني. ارجوك اهدى يا دكتور، المستشفى اتعمل عشان يعالج الناس، ما مش كده يعني، مش بالطريقه دي. معلش يا فندم، اهدى اهدى ارجوك. بس استغفر الله العظيم يا رب، استغفر الله العظيم يا رب. لا يا حاج اهدى، الدكتور ما قالش حاجه غلط، ده بيقول ان الحاجه الحمد لله كويسه. هم اني لا اسالك رد الخطا، ولكن اسالك رد فيه. استغفر الله العظيم. وحوس فين كل ده؟ حسيت انت ست. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله. لا حول ولا قوه الا بالله. راشد خطفني وداني عند واحد صاحبي. انا اللي قلت لراشد يخطفك، عارفه ليه؟ عشان انت ست واطيه وما صمتيش العشرة. ده قتل الونش عشانك، قتل الونش عشانك يا واطيه. عارفه يا فتون، لو انت قدامي انا كنت هفرمك. انا عارفك واريك زي كف ايدي. بتعيطي؟ بتتكلمي من عند قلت صح؟ اسمعي يا فتون،
حساب ربنا. لو غبتي عن راشد او غفلتيه ده انا هذبحك. اقول لك لا لا مش هذبحك، ده انا هشرب من دمك اول ما اخرج من هنا، فاهمه؟ ماشي يا سيدي رجاله، انا هسمع كلامك، هفضل قاعده مع صاحبك وابن عمك دول. مش انت عايز كده؟ ولا هجيلك ولا هزورك ولا هتشوفني خالص، هفضل اكلمك في التليفون، وكل ما اكلمك يهددني. اديني راشد. شكرا يا سيد الرجاله. مجنونة. ايوه يا علم. ايه ده بس يا علي؟ طيب اسمع يا راشد، فتون ما تغيبش عن عينك. طيب ما تغيبش عن عينك، اسمع الكلام. طيب ما تغيبش يا سيدي، بقول لك قدامي ايه ومش هتتحرك من هنا. ما تغيبش وخلاص. طيب 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 يا علي. طيب يلا سلام. ما هو ده ما يرضيش ربنا. انا افضل قاعده في المغاره دي السنين دي كلها قبل ما ابن عمك يخرج. مين اللي قال كده بس؟ لا سمح الله. علي عايز اطمن عليكي، وانت معايا هتعيشي برنسيسة، هتخرجي وتتفسحي وتعملي كل اللي انت عايزاه. طب ايه رايك في طلعه الاسكندريه؟ مين دول اللي يطلعوا اسكندريه؟ انا وانت وفتون في مصلحه هنخلصها، ناكل أكلة سمك جامدة ونشم شوية هوا بحر نضيف ونعمل الدماغ ونرجع. هنروح اسكندرية امتى؟ دلوقتي؟ استني بقى يا فتون. ولما هي مصلحة ايه اللي هيطلع فتون معانا؟ انت شايفها زهقانة. هنفسحوك يا فتون. أنسي ما تقريني فيه ايه؟ أنا اللي سايق يا راشد. اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. مالك بس؟ لا تأخذه سنة ولا نوم. جاتي؟ له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما. يرئيها يعني. صدق الله العظيم العظيم. عايزة كده؟ صدق الله العظيم. يعني إذا كنت عايزة كده ده يبقى إن شاء الله أمره سهل بإذن الله. يا صلاح أنا شايف إن إحنا نخلص سكة الطب والدواء الأول. مفيش مانع نمشي في السكتين، يمكن ربنا يسهل بواحدة فيهم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا هم أحضر لك شوية أكل. صدري ويسر لي شوية أكل. وحلول عقدة من لساني يفقه قولي. صدق الله العظيم. لا إله إلا الله. والحمد لله. الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. لا لا أنا ما أقدرش أقول إني حبيته، أصلي أصلي لسه بفكر في الحسن. بس هو بيحبني. عيني بتقول كده. ايه انت نمتي وانا بكلمك؟ اصحي اصحي وانا عايش معاه هنا على طول. مش انت مبسوطه معايا هنا؟ تفتكروا اما صباحها تخف؟ كنت عايشة أنا وأهلي في ليبيا لما الحرب قامت، قلنا ننزل على مصر، وإحنا في طريقنا لمصر الضرب اشتغل، بقينا عمالين نجري نستخبى يمين وشمال مش عارفين نروح فين. طلعت عصابة على أبويا وأخويا، قتلوهم ذبحوهم قدام عينيا، ما بقتش عارفة أعمل إيه بسبب إنهم كانوا طالبين فدية طالبين فلوس وأنا ما كانش معانا فلوس ندفعها.